بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسجيل ده عبارة عن شرح لتجربة الراوند التاني اللي هي تجربة البرنسبلز اوف اوبتيكال كوميونيكيشنز. طبعا مش هنقدر نشرح التجربة ونعملها عملية كلها في تسجيل زي ده، لكن اللي هيحصل هنا ان هو هيدي شرح الجزء النظري بتاع التجربة اللي هو الباك جراوند بتاع الموضوع، وان شاء الله لو رجعت الدراسة على حسب القرار بتاع الوزارة ان المفروض هتتاخد الأجزاء العملية نقدر ناخد الجزء العملي على طول. ولذلك كل طالب لازم ياخد الشرح النظري ده ولازم يقراه كويس ولازم يسمعه كويس. الورق بتاع التجربة دي انا هشوف اذا كان موجود في الكتاب اللي معاكم اللي هو كتاب المعمل، واذا كان مش موجود في الكتاب بتاع المعمل برضه هيكون متوفر معاكم الملف البي دي اف بتاع التجربة دي اللي هي تجربة البرنسبلز اوف اوبتيكال كوميونيكيشنز. كانت في مجموعة ما اخدتش معايا تجربة الايمج بروسيسنج في الراوند الاولاني، وعلى حسب قرار الوزارة المفروض التجارب او فاضل المواد العملي كلها بتاعت سنة رابعة المفروض ان السكاشن بتاعتها تتاخد عادي بعد ما ترجع الدراسة. وايا كان برضه انا ممكن احاول اعمل لهم تسجيل للتجربة بتاعت الايمج بروسيسنج. طيب التجربة النهاردة بتاعت البرنسبلز اوف اوبتيكال كوميونيكيشنز هنتكلم فيها عن ايه بالظبط؟ يعني الشرح ده هيكون شرح نظري للجزء اللي هو الباك جراوند بتاع الموضوع. ايه الحاجات اللي عايز اتكلم عليها النهاردة؟ النقطة الأولانية اللي عايز اتكلم عليها يعني ايه كلمة اوبتيكال كوميونيكيشن؟ اللي عاوز اتكلم عليه في الاول ايه معنى كلمه اوبتيكال كوميونيكيشن، يعني امتى اقول ان انا بعمل اوبتيكال كوميونيكيشن، او ايه هي المكونات بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم. بعد كده هنتكلم على ليه بنستعمل اوبتيكال كوميونيكيشنز، اللي هي النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده، ليه بنستعمل اوبتيكال كوميونيكيشنز. بعد كده هنتكلم على ثلاث حاجات اساسيه. احنا عارفين طبعا اي كوميونيكيشن سيستم بيتكون من ترانسميتر وريسيفر وتشانل، فهنيجي في الاوبتيكال كوميونيكيشن نتكلم في البدايه عن التشانل اللي هي الفايبر اوبتيك الكاركترستكس بتاعت التشانل، بعد كده نتكلم على الترانسميتر شكله ازاي، ونتكلم على الريسيفر شكله ازاي. نتكلم على الثلاث حاجات دول، وده مضمون التجربه. احنا بناخد مقدمه عن الاوبتيكال كوميونيكيشنز عموما، والاوبتيكال كوميونيكيشنز هي نوع من انواع الكوميونيكيشنز. الكوميونيكيشنز احنا عارفين بثلاث اجزاء رئيسيه بتتكونه اللي هو الترانسميتر والريسيفر والتشانل. فنتكلم شويه على خصائص التشانل بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن، وشويه على خصائص الترانسميتر، وشويه على خصائص الريسيفر. في بعض العمليات اللي ممكن نخصها بالذكر كمان يعني في اثناء كلامنا برضو، حاجه زي مثلا الموديليشن تكنيكس والمالتيبلكسنج لما يجي تعمل في الاوبتيكال كوميونيكيشن بيتعمل ازاي. والسبب اللي خلينا فصلنا الكلام في الموديليشن تكنيكس والمالتيبلكسنج عن الكلام في الترانسميتر والريسيفر، مع ان المفروض الموديليشن والمالتيبلكسنج زي ما احنا عارفين في الكوميونيكيشن من زمان في الانالوج كوميونيكيشن والديجيتال كوميونيكيشن اللي اخدناه قبل كده، ان هو بيتعمل جوه ترانسميتر والريسيفر. يعني الموديوليشن والدي موديوليشن، المالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج، المفروض ان هو جزء من الترانسميتر والريسيفر. طب ايه اللي خلانا فصلناهم هنا في نقطه لوحديهم بعيد عن الترانسميتر والريسيفر؟ ده هيبان لما نيجي نتكلم عليهم ليه اتفصلوا في نقطه لوحديهم، اللي هم الموديوليشن والمالتيبلكسنج في الاوبتيكال سيستمز. بس هنبدا دلوقتي في النقطه الاولى اللي هي النقطه الـ يعني ايه اوبتيكال كوميونيكيشنز. قبل ما نبدا انا عايز اقول الملحوظه دي اللي هي احنا بس هنا هنتكلم على الباك جراوند، هنتكلم عن الخلفيه بتاعت الموضوع. الجزء العملي ان شاء الله بنعمله في المعمل لما يتيسر الموضوع ان شاء الله وترجع تاني الدراسه لطبيعتها باذن الله. النقطه الاولى اللي هي معنى كلمه اوبتيكال كوميونيكيشنز، يعني امتى تقول ان احنا بنتعامل مع اوبتيكال كوميونيكيشن سيستم. زي ما انا لسه قايل دلوقتي من شويه، احنا عارفين ان اي كوميونيكيشن سيستم بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه. بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها الترانسميتر، وبيتكون من حاجه اسمها الريسيفر، بينهم هما الاثنين بيبقى فيه ميديم، والميديم ده اللي احنا متعودين نسميه ايه؟ نسميه التشانل. الكوميونيكيشن سيستمز زي ما احنا شفنا خلال دراستنا ممكن تتقسم اكتر من تقسيمه، ممكن تتقسم تقسيمات مختلفه. وكونك لما تيجي تدرس حاجه معينه وتقسمها تقسيمات مختلفه، ليه بتقسم الحاجه اللي انت بتدرسها تقسيمات؟ عشان تسهل على نفسك الدراسه. لان احنا في دراستنا للكوميونيكيشن المقصود من دراستنا للكوميونيكيشن ان احنا ناخد الجنرال ثيوري بتاعت الكوميونيكيشن، يعني عاوزين نشوف ايه النظريه العامه اللي لازم يدرسها اي انسان بيتعامل مع الكوميونيكيشن سيستمز عموما. فلما نيجي ندرس النظريه العامه للكوميونيكيشن سيستمز لازم نقسم الكوميونيكيشن سيستمز عشان نقدر ندرس النظريه صح، نقدر نستوعب كل كوميونيكيشن سيستمز في مبادئ اساسيه، في مبادئ اساسيه بتنطبق على كل السيستمز. تمام؟ فتقسيمه الكوميونيكيشن سيستمز بتتعمل باكثر من طريقه، من ضمن الطرق انك تقسم الكوميونيكيشن سيستمز على حسب نوع المعلومه اللي ماشيه في التشانل، according to الانفورميشن تايب، نوع المعلومه اللي ماشيه في التشانل. وده اللي احنا عاملينه في دراستنا للكوميونيكيشن في الشعبه، في شعبه الاتصالات. انت بتدرس في سنه ثالثه او درست في سنه ثالثه انالوج كوميونيكيشنز ثيوري، بتدرس في سنه رابعه او درست في سنه رابعه ديجيتال كوميونيكيشن ثيوري.
فبالنسبه لنوع المعلومه اللي تمشي في الشانل ممكن تكون المعلومه اللي بتمشي في الشانل انالوج انفورميشن، يبقى ساعتها احنا بنتعامل مع انالوج كوميونيكيشن سيستم. ممكن تكون المعلومه اللي بتمشي في الشانل عباره عن ديجيتال انفورميشن، يبقى احنا بنتعامل مع ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده يمكن في تجربه سابقه في المعمل عن ليه انا بقول كلمه نوع المعلومه مش بقول كلمه نوع السيجنال، لان في فرق بين نوع السيجنال ونوع المعلومه، وخدنا مثال على ده. قلنا ممكن تكون السيجنال نفسها كسيجنال كلاسيفيكيشن كتصنيف سيجنال ممكن تكون انالوج سيجنال، بس ممكن بس تكون شايله معلومه ديجيتال، زي اللي بيحصل في الديجيتال موديوليشن. في الديجيتال موديوليشن ممكن تبقى السيجنال نفسها بفيها ديجيتال كارير، ديجيتال كارير سيجنال، والسيجنال دي بتبقى هاي فريكوانسي. مثلا لو كان الكارير موجود يبقى ده بيعبر عن ديجيتال سيمبل، الكارير مش موجود ده بيعبر عن ديجيتال سيمبل تاني، فده بيبقى مثال على انالوج سيجنال بس تبقى شايله معلومه، المعلومه نفسها ديجيتال. وده اللي انا اقصده بالتقسيمه دي، ما اقصدش على حسب نوع السيجنال اللي ماشيه في الشانل، لا على حسب نوع المعلومه اللي ماشيه في الشانل. لو الشانل شايله معلومه انالوج ده بنسميه انالوج سيستم، لو الشانل شايله معلومه ديجيتال يبقى ده بنسميه ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. التقسيمه دي ايه فايدتها في الدراسه؟ ان احنا جينا درسنا كل المبادئ الاساسيه اللي بتحكم عمل كل السيستمز اللي بتبعت معلومه انالوج، دي اسمها الانالوج كوميونيكيشن ثيوري. بعد كده بنيجي في سنه رابعه بندرس كل المبادئ الاساسيه، المبادئ الاساسيه اللي بتحكم عمل اي سيستم بيبعت معلومه ديجيتال، ده بنسميها ديجيتال كوميونيكيشن ثيوري. يبقى الكلاسيفيكيشن التقسيم بتاع اي حاجه بتدرس في الدنيا ايه لازمته؟ بيخليك تعرف تدرس الحاجه كويس عشان تشوف المبادئ العامه اللي بتجمع كل كلاس، كل كلاس من بعضيه من الكلاسات اللي انت صنفتها دي، المبادئ العامه اللي بتجمعها مع بعضيه. احيانا بنعوز نصنف الحاجه اكتر من تصنيف، ليه؟ ده بيخليك تدرس جوانب متعدده. يعني في الدراسه بتاعت الانفورميشن تايب دي اللي هي بتاعت انك انت قسمت سيستمز الانالوج كوميونيكيشن وديجيتال كوميونيكيشن، الدراسه دي خليتك اخذت جوانب معينه في الكوميونيكيشن بروسيس ودرستها كويس، بالذات من الناحيه النظريه، من ناحيه النمذجه الرياضيه الماثيماتيكال موديلنج لعمليه الكوميونيكيشن. في تقسيمات تانية بنحتاج نعملها لان بتخلينا ندرس حاجات تانية، جوانب تانية مهمه جدا في السيستمز. ايه التقسيمه الثانيه اللي ممكن نقسم بيها الكوميونيكيشن سيستمز؟ على حسب نوع التشانل، اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا فيزيكال تشانل نوع الوسط المادي، يعني ذا تايب اوف ذا فيزيكال تشانل يعني نوع الوسط المادي اللي احنا بنبعت فيه المعلومه، نوع الوسط المادي بنبعت فيه المعلومه. طبعا على حسب نوع الوسط المادي اللي بنبعت فيه المعلومه نقدر بشكل عام نقسم السيستمز لثلاث حاجات. اول حاجه في حاجه اسمها الوايرلس سيستم، في حاجه اسمها الوايرلس سيستم وايرلس كوميونيكيشن سيستم، في حاجه اسمها الوايرد كوميونيكيشن سيستم وفي حاجه اسمها الاوبتيكال فايبر او الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن سيستم. دول ثلاث اشكال مختلفة للكوميونيكيشن. ممكن يكون الميديا اللي انت بتبعت فيها المعلومة ما فيش اي فيزيكال كونكشن فيه ما بين الترانسميتر والريسيفر، مش موصلين حاجة، يعني مش موصلين سلك، مش موصلين اوبتيكال فايبر، مش موصلين اي حاجة، ده اسمه وايرلس كوميونيكيشن. والوايرلس كوميونيكيشن موجود فين في الدنيا؟ موجود في حاجات كتير، في اشكال كتيرة جدا للوايرلس كوميونيكيشن، زي مثلا الموبايل سيستم، السيلولار سيستم بيسموه، اللي هو سيستم الكوميونيكيشن بتاع التليفون المحمول، ده وايرلس سيستم. ايه تاني؟ زي الانترنت، الواي فاي اللي في البيت، انترنت الواي فاي اللي في البيت بيبقى الراوتر موجود انت حاطه في مكان معين بيبعت سيجنال واي فاي شايله الانترنت لكل الناس اللي بتستخدمه او لكل الناس اللي بتاكسس عليه، سواء كان اللابتوب بتاعك او كان الموبايل بتاعك او اي حاجه. يبقى اي حاجه بتعمل كوميونيكيشن بتبعت داتا، سواء الداتا دي كانت مكالمات تليفون، الداتا دي كانت انترنت داتا، المهم ان حاجه بتبعت داتا من غير ما يكون في فيزيكال كونكشن، فيزيكال لينك، من غير ما تكون موصل سلك، من غير ما تكون موصل اي حاجه بين اللي بيبعت واللي بيستقبل، ده اسمه وايرلس سيستم. طبعا اللي انا ضربت المثالين اللي ضربتهم دول المثال بتاع نظام التليفون المحمول اللي هو نظام اتصالات التليفون المحمول اللي اسمه نظام الاتصالات الخلوي اللي هو السيلر سيستم، والنظام الثاني اللي انا ضربته كمثال اللي هو بتاع الواي فاي الموجود جوه البيت، دول برضه نوعين من الوايرلس كوميونيكيشن. الاولاني اللي هو السيلر سيستم اللي احنا بنسميه الاوت دور، الاوت دور وايرلس كوميونيكيشن، يعني وايرلس كوميونيكيشن بره، يعني خارجي ما هوش محبوس جوه مكان. يعني في حاجه ثانيه زي مثلا الواي فاي موجود في البيت، ده بنسميه اندور وايرلس كوميونيكيشن. طبعا احنا مش داخلين في الوايرلس كوميونيكيشن بندرسه، احنا بس بنتكلم على ايه؟ يعني تقسيمه الكوميونيكيشن سيستمز. تاني حاجه الوايرد كوميونيكيشن،
في الوايرد كوميونيكيشن سيستم بيبقى فيه كابل، ببساطه كابل بين الترانسميتر والريسيفر. واوضح مثال عليه اللي هو نظام تليفونات الارضي، نظام تليفونات الارضي اللي هو بتاع التليفونات بتبقى متوصله بالسنترال، او اي كوميونيكيشن تكون انت موصل فيه فيزيكال واير، يعني كابل، كابل موصله بين الترانسميتر والريسيفر. تمام؟ يعني مثلا ممكن نعتبر عليه مثال زي مثلا جوه الكمبيوتر، جوه البي سي اللي هو جهاز الحاسب الشخصي، الكمبيوتر اللي هو فيه كيزه وشاشه والقصه دي. جوه الكمبيوتر ده لو فتحته من جوه هتلاقي المذر بورد، عليها البروسيسور وعليها الرامه، وفي حاجه تانية اسمها الهارد ديسك، وفي كابل عريض اسمه الباص وصل ما بين الهارد ديسك وصل والمذر بورد. الكابل ده بيعمل ايه؟ بيشيل داتا من البروسيسور والمذر بورد يوديها للهارد، وبيشيل داتا من الهارد يوديها للمذر بورد، للمذر بورد والرامه وكده. فده كوميونيكيشن، داتا رايحه جايه بسلك صغير ما بين ترانسميتر والريسيفر، فها كوميونيكيشن جوه الكمبيوتر. تمام؟ بس كوميونيكيشن طبعا معمول بارلل عشان ده جوه الكمبيوتر، فما فيش مسافات طويله، مش ومحتاج سرعه على حساب الفيزيكال كونكشن اللي انت عامله. فدول نوعين من انواع الكوميونيكيشن. في نوع ثالث اللي هو الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن سيستم، اللي انت بتبقى موصل فيه بين الترانسميتر والريسيفر فيزيكال شانل، عباره عن ايه؟ عباره عن اوبتيكال فايبر. طيب ايه لازمه التقسيمه الثانيه دي بتاعت انظمه الاتصالات بتاعت الكوميونيكيشن سيستمز؟ التقسيمه الثانيه دي بتخليك تدرس الفيزيكال بروبريتيز بتاعت السيستمز، يعني بتخليك اكتر تدرس الخصائص بتاعت السيركتس، والخصائص بتاعت السيركت ليفل، الخصائص بتاعت الكومبوننت اللي هتتحط في السيستم، غير التقسيمه الاولى. التقسيمه الاولى بتاعت انالوج وديجيتال بتخليك تدرس الجنرال ثيري اكتر، الجنرال ثيري اللي هي الرياضه، يعني الرياضه بتاعت الموديلنج، ازاي تعمل موديلنج ونمذجه للكوميونيكيشن والنويز اللي فيه والبروسيسز اللي هتتعمل، فبتدرس على السيستم ليفل او على البلوك ليفل، وده اللي انت بتعمله في ماده الكوميونيكيشن اللي بتاخدها في ثالثه وفي رابعه. التقسيمه الثانيه بتاعت انك انت تقسمهم على حسب الفيزيكال شانل اللي هو وايرلس وايرد وفايبر اوبتيك، الى حد ما بتخليك تدرس اكتر ايه اللي بيحصل في مستوى الفيزيكال كومبوننت او في مستوى الكومبوننت اللي انت بتوصلها في السيركت، الى حد ما بتخليك تدرس اكتر الكلام ده. تمام؟ طبعا مع طبقات اخرى. فكده يبقى احنا عرفنا عن ايه فايبر اوبتيك كوميونيكيشن، فايبر اوبتيك كوميونيكيشن سيستم او اوبتيكال كوميونيكيشن، نقصد ايه بالاوبتيكال كوميونيكيشن؟ اللي بيتعمل في الفايبر اوبتيك سيستم. يعني ممكن الاوبتيكال كوميونيكيشن دي عند ناس تاني تبقى كلمه ذات مدلول اعم شويه، يعني اي واحد بيبعت اشاره ضوئيه ولو حتى اشاره مثلا ليزر ما بين مكانين ومش بيبعتها فايبر اوبتيك يعتبره اوبتيكال كوميونيكيشن. هو من حيث المبدا ايوه ده صحيح، بس احنا من حيث الكوميونيكيشن بتاعنا احنا مهندسين الاتصالات اللي بيبعتوا داتا وبيبعتوا مكالمات وبيبعتوا انترنت ما بيبعتوهاش كده، بيبعتوا الاوبتيكال سيجنال في اوبتيكال فايبر. تمام؟ فده اللي احنا نقصده لما بنقول اوبتيكال كوميونيكيشن، ده اللي احنا نقصده بتوع الاتصالات يعني. النقطة التانية عايز أتكلم عليها اللي هي ليه الأوبتيكال كوميونيكيشنز؟ يعني ليه بناخد ليه بندرس مش ليه بندرس، ليه بنعمل أوبتيكال كوميونيكيشنز؟ ليه بندرس عشان ده موجود؟ ليه بنعمل أوبتيكال كوميونيكيشنز؟ يعني هو إيه الميزة اللي في الأوبتيكال كوميونيكيشنز؟ واضح إن الفرق بين الأوبتيكال كوميونيكيشن سيستم وبين أي سيستم تاني إن التشانل. التشانل في سيستمز التانية وايرلس أو وايرد، يعني كابل نحاس، يا إما كابل نحاس يا إما مفيش كده، مفيش كابل وايرلس. فايه الميزه اللي موجوده في الاوبتيكال فايبرز اللي تخلينا نفضلهم عن الوايرلس سيستم وعن الوايرد سيستم؟ ليه نستعمل الفايبر اوبتيك سيستمز في بعض الكوميونيكيشن، في بعض اشكال الكوميونيكيشن؟ ايه اللي خلانا نعمل كده؟ اللي خلانا نعمل كده هو المزايا بتاعت الاوبتيكال فايبرز. ايه المزايا بتاعت الاوبتيكال فايبرز؟ المزايا اللي تخلي الاوبتيكال فايبرز احسن من الوايرلس واحسن من الوايرد كوميونيكيشن. ايه مزايا الاوبتيكال فايبرز؟ تعالى نشوف المزايا بتاعت الاوبتيكال فايبرز عن اي شانل تاني. اول ميزه منهم بيقول لك لارج انفورميشن كاباسيتي. لارج انفورميشن كاباسيتي، لارج انفورميشن كاباسيتي يعني ممكن تبعت انفورميشن اكتر خلال الشانل اللي انت بتعمل خلالها الكوميونيكيشن. تمام؟ كلمه انفورميشن كاباسيتي هي مش مجرد مصطلح انا كاتبه للدلاله على ان انت بتبعت معلومات كتير او داتا كتير، لا، هو في حاجه اسمها التشانل كاباسيتي فعلا في الكوميونيكيشن، بس مش هنخش فيها بالتفصيل يعني، ونقعد نحسب التشانل كاباسيتي والقصه دي مش هنخش فيها يعني. لكن احنا عايزين نتكلم على فكره انك انت بتبعت داتا كتير يعني في التشانل. ليه بتبعت داتا كتير؟ انت لما تيجي تبعت اي داتا في التشانل اللي يخليك تبعت داتا كتير يعني تبعت باندويتس كتير. ما هو كلمه داتا كتير، انا طبعا يا اما ببعت انالوج داتا يا اما ببعت ديجيتال داتا. عايز اقول لما ببعت انالوج داتا كتير
يبقى معنى كده انا ببعت سيجنال الباندويث بتاعها كبير. يعني ازاي اعبر عن ان تكون السيجنال بتاعتي الداتا بتاعتها كبيره قوي في الانالوج، اعبر عن ده بتكون السيجنال بتاعتي مثلا الباندويث بتاعها كبير. الباندويث طبعا احنا هنرسم سيجنال كده عشوائيه ونقول سيجنال بتكون الباندويث بتاعتها كبير، الباندويث بتاعتها كبير في الانالوج يبقى انت بعت داتا كتير. طيب في الديجيتال، الديجيتال بنعبر عن داتا كتير هنبعتها ازاي؟ بحاجه اسمها البيت ريت، بحاجه اسمها البيت ريت زي ما انت واخد في الديجيتال كوميونيكيشن، بحاجه اسمها البيت ريت او السيمبل ريت او الفورميشن ريت، المهم بغض النظر يعني ده اللي انت بتعبر بيها عن الداتا اللي انت بتبعتها في في الشانل. طيب يعني هل الداتا اللي انت بتبعتها لما تيجي تبعتها ديجيتال تعبر عنها بالبيت ريت او بالفورميشن ريت مالهاش باندويتس؟ ليها برضه باندويتس، يعني اكيد السيجنال الديجيتال انفورميشن الديجيتال المبعوثه في في الشانل لو انت باعت ديجيتال ممكن تحسب لها باندويتس، وذلك الاثنين بارامتر دول هم الاثنين ريليتد لبعض، مش بيساووا بعض طبعا بس لكن ريليتد لبعض. وببساطه وباختصار احنا من هنا مش بنفصل في في المعادلات النظري، ببساطه وباختصار البيت ريت او الانفورميشن ريت كل ما يزيد مع ده معناه انك انت باعت سيجنال الباندويتس بتاعها عالي او الباندويتس بتاعها كبير. يبقى بس اللي عايز اقوله لما اجي ابعت سيجنال او سواء كانت انالوج او ديجيتال والانفورميشن بتاعتها كتيره ممكن اعبر عن الكلام ده بدلاله الباندويتس بتاع السيجنال اللي مبعوته. لو السيجنال مبعوته الباندويتس بتاعها عالي سواء كانت انالوج انفورميشن او ديجيتال انفورميشن ده معناه انك انت بعت انفورميشن كتير. فلما تقول لي ان في تشانل زي الاوبتيكال فايبر ممكن تستحمل انك تبعت انفورميشن كتير قوي اكتر من كل الناس، اكيد ده معناه ان التشانل دي الباندويتس بتاعها عالي، والكلام ده صحيح. وانت عشان تبعت سيجنال الباندويتس بتاعها عالي انت مش بس محتاج ان التشانل تبقى الباندويتس بتاعت التشانل نفسها عالي، لا ده انت كمان محتاج يكون الكارير فريكوانسي كبير. يعني ايه كلمه الكارير فريكوانسي كبير؟ يعني لو رسم السيجنال اللي هبعتها ورسم السبيكترم بتاعها على فرض ان اللي تحت ده عباره عن الاف، وانا كده رسم السبيكترم بتاع السيجنال بتاعتي. السبيكترم بتاع السيجنال اس اوف اف مثلا اللي هو السبيكترم بتاع السيجنال بتاعتي، واللي تحت ده اللي هو الفريكوانسي. احنا عارفين بالظبط ان السيجنال اللي قدامنا ده تمثل باند باس سيجنال، واضح ان السيجنال مش في البيس باند، يعني السيجنال واضح ان هي مرفوعه على كارير فريكوانسي مثلا بتاعه اف نوت. طبعا واضح ان الكارير فريكوانسي اللي هو اف نوت ده كل ما اقرب من الزيرو مش هقدر ابعت سيجنال الباند ويدث بتاعها كبير عشان هيحصل اليازنج، ما ينفعش الكارير فريكوانسي يكون صغير. فانا عشان ابعت سيجنال الباند ويدث بتاعها عالي لازم الكارير فريكوانسي يكون كبير، ده اول نقطه. ثاني نقطه التشانل اللي انت هتبعت فيها اللي انا ممكن امثلها على انها فلتر حوالين الداتا بتاعتي، التشانل اللي انت هتبعت فيها ما هي الداتا بتاعتك دي بتتبعت في التشانل، ممكن تمثل التشانل على انها فلتر اتش اوف اف مثلا اللي هو بالاخضر ده اتش اوف اف، لازم اتش اوف اف ده يبقى بيعدي باند ويدث كبيره. يبقى انت عايز اتنين كونديشن، عاوز الكارير اللي انت بتبعت السيجنال عليه يكون التردد بتاعه عالي بعيد عن الصفر عشان تقدر تبعت سيجنال بباندويتس عالي، ده غير ان السيجنال نفسها لما تعدي في التشانل من خلال التشانل الباندويتس بتاع التشانل يستحملها يعديها كلها. الشرطين دول متحققين في الاوبتيكال فايبر تشانل. اول حاجه الكارير سيجنال اللي موجوده في الاوبتيكال فايبر عباره عن ضوء، والضوء الفريكوانسي بتاعه مش بس عالي، ده الفريكوانسي بتاعه بعيد جدا جدا جدا، كبير خالص الفريكوانسي بتاع الاوبتيكال فايبر. مش كمان بس كده ان الفريكوانسي بتاع الاوبتيكال سيجنال، ان الفريكوانسي بتاع الاوبتيكال سيجنال عالي ده كمان الفايبر اوبتيك نفسه بيعدي رينج كبير جدا 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 من الباندويتس بتاعه الاوبتيكال سيجنال، وبالتالي ممكن يبعت سيجنال يعني بانفورميشن كاباسيتي عالي جدا جدا. المعلومه دي ما تكفينيش لوحديها، انا عشان اقول لك ان فيه ميزه للاوبتيكال فايبر تشانل عن اي تشانل تاني لازم اقارنه لك بالتشانل التانيه، يعني لازم اقارنه في كل ميزه من المزايا اللي بذكرها لازم اقارنه بالوايرلس تشانل واقارنه بالوايرد تشانل. هل انت ممكن تاخد نفس المزايا دي بتاعت الانفورميشن كاباسيتي ممكن تاخدها في الوايرلس تشانل وفي الوايرد تشانل؟ في الوايرلس تشانل انت محكوم بالباندويتس اللي متخصصه لك جوه السيستم، يعني محكوم بالباندويتس اللي انت بتشتغل فيها او السيستم الوايرلس كوميونيكيشن بيخليك تشتغل فيها، دي نقطه. تاني نقطه الكارير فريكوانسي برضه محدود بتاع الوايرلس تشانل، انت بتعطى كارير فريكوانسي معين والكارير فريكوانسي اللي انت بيديهولك اللي بيتم اعطائه اليوزر بيستخدمه، الكارير فريكوانسي ده اكيد اقل بكتير جدا من الفريكوانسي بتاع الاوبتيكال سيجنال، لان الرينج بتاع الوايرلس كوميونيكيشن بيتعمل في المايكرويف رينج، المايكرويف رينج اقل بكتير طبعا من الاوبتيكال رينج. فالباند ويدث في الوايرلس كوميونيكيشن بتكون محدوده، ايه اللي بيحددها؟ الكوميونيكيشن سيستم نفسه بيبقى متخصص لباند ويدث محدده ما يقدرش يتجاوز الباند ويدث دي غير الاوبتيكال فايبر. ايه ميزه الاوبتيكال فايبر؟ ميزه الاوبتيكال فايبر ان الشانل فيزيكالي كلها ديديكيتد ليك انت، يعني الفيزيكال شانل بتاعتك لوحديك،
لوحدك، فانت ممكن تستغل جميع امكانياتها. هو نظريا الهواء اللي هو الوايرلس ممكن نبعت فيه سيجنال بالفريكوانسي اللي احنا عاوزينه، نظريا ممكن نبعت سيجنال بالفريكوانسي اللي احنا عاوزينه في الهواء، ومحدش هيقف ضدنا. بس المشكله ان في الهواء كل الناس بتبعت، الهواء ده مش بتاعك لوحدك، كل الناس بتعمل كوميونيكيشن في الهواء وايرلس، فما ينفعش كل الناس تبعت براحتها في اي باند وباي باندويتس، ما ينفعش. كل واحد بياخد باندويتس محدده بيبعت فيها. فمشكله الوايرلس ان الفيزيكال تشانل اللي هو الهواء اللي حواليك ده مش ديديكيتد ليك، مش بتاعك لوحدك، فانت بتخصص لك باندويتس محدده تبعت فيها عشان ما يحصلش انترفيرنس. غير الاوبتيكال فايبر، اوبتيكال فايبر الشانل بتاعتك لوحدك، بتاعتك لوحدك، فانت بتستغل كل امكانياتها، وبالتالي تبقى الباندويتس اللي تبعت فيها تبقى باندويتس كبيره. هتقولي طب الواير دي سيستم اللي هو الكابل، الكابل ما هو لما اجي ابعت فيه محدش بيشاركني فيه، ببعت في الكابل لوحدي، يبقى الكابل بيبقى مخصص ليا لوحدي زي ما الاوبتيكال فايبر بيبقى مخصص ليا لوحدي. بس كابل النحاس بالتاكيد الباندويتس بتاعته اقل بكتير جدا جدا جدا، بل لا تقارن بالباندويتس بتاعت مين؟ بتاعت الاوبتيكال فايبر. كابل النحاس لما تيجي تبص له ولو رسمت له الترانسفير فانكشن بتاعته، يعني الاتش اوف اف بتاعته، كابل النحاس عباره عن لو باس فلتر، تقدر تعتبره لو باس فلتر، ما بيبعتش سيجنال بهاي فريكوانسي. كابل النحاس في النهايه هو ترانسميشن لاين، ترانسميشن لاين احنا درسناه قبل كده وعارفين الترانسميشن لاين لما تيجي تبعت فيه سيجنال ليه كات اوف فريكوانسي معين. فهو عباره عن في الاخر، يعني ترانسميشن لاين ده عباره عن في الاخر لو باس فلتر، فليه باندويتس معينه، والباندويتس بتاعته اقل بكتير جدا جدا من الباندويتس بتاعت الاوبتيكال فايبر. فاذا في عيب في الوايرلس وفي عيب في كابل النحاس، والعيبين مش موجودين في الاوبتيكال. عيب الوايرلس ان التشانل مش بتاعتي لوحدي، فمش بستغل كل امكانياتها في الباندويتس. عيب الكابل النحاس ان هو صحيح التشانل بتاعتي لوحدي بس الباندويتس بتاعته اصلا قليله، تمام. لكن الاوبتيكال فايبر، الاوبتيكال فايبر لا، اول حاجه التشانل بتاعتي لوحدي ما حدش بيشاركني فيها، فبستغل كل امكانياتها. رقم اتنين امكانياتها كبيره جدا، وبالتالي الانفورميشن كاباسيتي بيكون ايه؟ بيكون عالي جدا في الاوبتيكال كوميونيكيشن او في الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن. طيب تاني حاجه اللونج ترانسميشن ديستانس، تاني حاجه لونج ترانسميشن ديستانس، مسافات الكوميونيكيشن بتكون كبيره جدا في الفايبر اوبتيك. اشمعنى مسافات الكوميونيكيشن بتكون كبيره جدا في الفايبر اوبتيك؟ برضه لما يجي نتكلم على ميزه كده لازم نقارنها بالسيستمز الثانيه، يعني نقارنها بالوايرلس ونقارنها بالوايرد. طبعا في الوايرلس كوميونيكيشن معروف انك انت بيبقى عندك مثلا تاور، يعني عندك مثلا برج، والبرج ده بيبعت لعده تليفون، تمام، او العكس، يعني عده تليفون بتبعت للبرج والبرج بيبعت لعده تليفون. طبعا عده تليفون لما نيجي بنصمم الانتنة بتاعتها اللي بتستقبل بتكون الانتنة اومني دايركشنال بقدر كبير، يعني او بتكون الانتنة تستقبل من اي اتجاه. ما ينفعش تبقى انت بتستخدم الموبايل لو قلبته كده او قلبته كده ما يستقبلش السيجنال كويس، لازم يكون السيجنال بيستقبل من اي اتجاه. تخيل ان الموبايل بتاعك ده طالما السيجنال بتستقبل من اي اتجاه بنفس الكفاءه، يبقى لما تيجي تبعت هتوزع الباور بتاعتها برضه في جميع الاتجاهات، لان الانتنة ريسيبروكال، ريسيبروكال يعني خصائصها في الاستقبال زي خصائصها في الارسال، فانا مجبر ان خصائصها في الاستقبال تبقى ما بتعتمدش على الاتجاه، تستقبل من اي حته عشان خاطر الموبايل يستقبل وهو محطوط باي دايركشن. طب لما اجي ابعت، لما يجي بقى الموبايل يبعت للبرج هيبعت السيجنال في جميع الاتجاهات بشكل متساوي غصب عنه، ده غير ان هو ما يعرفش البرج فين، فلازم يبعت السيجنال بجميع الاتجاهات بشكل متساوي. لما يعمل كده هيبقى السيجنال بتتوزع على كل الاريا، السيجنال طالعه من الموبايل بتتوزع على كل الاريا اللي طالعه الاريا اللي حوالين الموبايل. طبعا الكلام ده بيخلي الباور دينستي بتاعت السيجنال بتاعتك تقل مع المسافه، تقل مع المسافه تربيع، فكل ما تمشي مسافه اكبر كل ما تلاقي الباور دينستي قلت خالص، فالباور بتاعت السيجنال اللي بتوصل للموبايل توصل للبرج بتبقى باور قليله. طيب لو المسافه زادت ما بين البرج وما بين التليفون المحمول، لا هتبقى السيجنال ضعفت خالص، ولذلك احنا مش بنحط برج واحد، بنحط ابراج اتصالات كتير. طبعا مش هنخش في تفاصيل السيلولار سيستم، بس اللي عايزين نقوله ان في الوايرلس كوميونيكيشن كل ما المسافه ما بتزيد كل ما الباور بتاعت السيجنال، الباور دينستي بتاعت السيجنال بتقل مع ار تربيع، بتقل مع ار تربيع، وبالتالي ما تقدرش تبعد المسافه قوي ما بين الترانسميتر والريسيفر، لان الباور بتاع السيجنال بتقل خالص في الوايرلس كوميونيكيشن. فده اتنويشن، ده بنسميه اتنويشن بيحصل في السيجنال، السيجنال بيحصل فيه اتنويشن بسبب الموضوع ده. طيب في الوايرد كوميونيكيشن اللي هو كابل النحاس، كابل النحاس احنا درسناه في الترانسميشن لاين ثيري، كابل النحاس اللي هو التويست بير، صحيح احنا درسنا حاجه اسمها تو واير ترانسميشن لاين،
بس التويستد بير هو في الاخر تو واير بس معمول بشكل معين عشان يعمل كانسليشن الماجنتيك فيلد بتاعه. لكن المهم ان هو كابل النحاس برضه في الاخر. طبعا كابل النحاس ده مهما كانت الكوندكتيفيتي بتاعت النحاس عاليه، لكن هو في الاخر نحاس ليه ريزيستنس، ليه مقاومه، المقاومه بتاعته استحاله تكون صفر، فبيحصل فيه لوسز. فمهما كانت اللوس قليله بتاعت الترانسميشن لاين، لكن في النهايه التوتال لوس بتاعت الترانسميشن لاين بتكون كبير لما تكون مسافه الكوميونيكيشن كبيره. فلما تبعت سيجنال في كابل النحاس ده عباره عن كارنت ماشي في السلك، كارنت ماشي في السلك، والكارنت اللي ماشي في السلك ده بيتعرض للريزيستنس، وده بيخلي فيه جزء من الباور بتاعت السيجنال يفقد في الريزيستنس بتاعت الايه؟ بتاعت الكابر واير. وبالتالي سواء في كابل النحاس او سواء في الوايرس كوميونيكيشن، سواء كده او كده، انا ما اقدرش اعمل كوميونيكيشن لمسافات طويله. ليه ما اقدرش اعمل كوميونيكيشن لمسافات طويله؟ عشان الاتنويشن. الاتنويشن اللي بيحصل في الوايرلس بسبب ان السيجنال بيتوزع في جميع الاتجاهات، فبيحصل لص في الباور دينستي مع ار ترجيع. والاتنويشن اللي بيحصل في كابل النحاس بسبب الريزيستيفيتي بتاعت الكبر هيحصل فيها ايه؟ اتنويشن. احسن منهم هما الاثنين الاوبتيكال فايبر. اول حاجه الاوبتيكال فايبر لما تيجي تدخل جواه سيجنال، السيجنال دي بتبقى عباره عن ضوء، ادي مثلا مجازا ده الاوبتيكال فايبر. لما تيجي تدخل جواه السيجنال، السيجنال اللي بتخش جواه بتبقى عباره عن ضوء، عباره عن اوبتيكال سيجنال. اول حاجه يعني اول ميزه في الاوبتيكال فايبر اللي هي ميزه احسن من الوايرلس كوميونيكيشن، ان كل الباور بتخش في دايركشن واحد بس، اول باور ان وان دايركشن، اول باور ان وان دايركشن، مش زي الوايرلس. الوايرلس انت خدت الباور بتاعت السيجنال وزعتها في جميع الاتجاهات غصب عنك. لكن في كابل الاوبتيكال فايبر انت بتاخد الباور بتاعت الضوء بتدخلها كلها جوه الكابل، فوديت الباور كلها في دايركشن واحد، فمفيش اتنويشن مع المسافه. يعني طول في الكابل زي ما انت عاوز، وكده كده الكابل شايل الباور كلها. غير الوايرلس كوميونيكيشن، الوايرلس كوميونيكيشن كل ما تبعد في المسافه، لا كل ما حته الباور اللي هتجي لك هتبقى اقل بسبب ان الباور دينستي بتنقص. لكن كل ما تطول كابل الفايبر، تطول في كابل الفايبر زي ما انت عايز، هي كده كده الباور كلها دخلت جوه الكابل، وبالتالي ما فيش اي مشكله في حته انك انت بتقلل الباور مع المسافه. ده اول نقطه. ثاني نقطه، السيجنال اللي ماشيه في الاوبتيكال فايبر ده ضوء، ضوء ماشي في ماده شفافه. الاوبتيكال فايبر بيبقى ماده شفافه، ازازه او بلاستيك، فده ضوء ماشي في ماده شفافه، فمش كارنت ماشي في سلك. الكارنت اللي ماشي في سلك بتبقى اللوسز بتاعته عاليه في الوايرد كوميونيكيشن، لكن ضوء ماشي في ماده شفافه، مش هقول لك اللوس بتساوي زيرو، بس هي بتبقى قليله جدا 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 مقارنه باللوسز بتاعه الكارنت اللي ماشي في سلك ليه مقاومه. وبالتالي هنا برضو الاوبتيكال فايبر ليه ميزه فوق الميزتين، فوق يعني ما فيهوش العيبين بتوع الوايرد والوايرلس. العيب الاولاني بتاع الوايرلس انك انت مش بتحط كل الباور في اتجاه واحد، ده في الوايرلس انت بتبعت الباور في كل حته فبتنقص مع المسافه. طيب الوايرد سيستم اللي هو كابل النحاس، كابل النحاس مش بيوزع الباور في كل حته، لا كابل النحاس لما بيبعت الباور بيدخل الباور كلها على الكابل، على الترانسميشن لاين، بس المشكله ان الكابل نفسه فيه لوسز عاليه، فالباور اللي انت دخلتها كلها صحيح على الكابل بس بتنقص بسرعه مع المسافه. طب الفايبر اوبتيك احسن منهم هما الاثنين. اول حاجه الباور مش بتتوزع في كل حته زي الوايرلس، ده اول حاجه، فبتتحط في اتجاه واحد بتخش كلها جوه الفايبر، ده اول حاجه. تاني حاجه اللوسز اللي بتحصل في الضوء تبقى اقل بكتير جدا من اللوسز اللي ممكن تحصل في الكابل بتاع النحاس. وبالتالي معنى كده انك ممكن تعمل كوميونيكيشن بمسافات طويله جدا باستخدام الاوبتيكال فايبر، ممكن تعمل كوميونيكيشن مسافات طويله جدا جدا باستخدام الاوبتيكال فايبر، احسن بكتير من الوايرلس كوميونيكيشن، واحسن بكتير من الكابل بتاع النحاس. وده اللي بيحصل على ارض الواقع. احنا لما عاوز نعمل كوميونيكيشن بين دوله ودوله مثلا، او بين قاره وقاره، بنقعد ممكن، او دوله ودوله مثلا، زي ما بنيجي نربط دول شمال افريقيا بدول اوروبا عشان خاطر ننقل الداتا بتاعت الانترنت، بنمد كابلات بحريه. الكابلات البحريه دي اكيد بتكون ايه؟ بتكون عباره عن اوبتيكال فايبر. الكابلات البحريه دي بتقطع بحر متوسط، اكيد البحر المتوسط مش مسافه صغيره يعني، فبتقطع البحر المتوسط مسافات كبيره جدا بالكيلومتر، مسافات كبيره جدا. فمين اللي ينفع في حاجه زي كده؟ الاوبتيكال فايبرز. لا يمكن ينفع فيها الوايرلس كوميونيكيشن، ولا يمكن ينفع فيها الكوميونيكيشن او الوايرد طبعا. فده الكوميونيكيشن سيستم ديستانس. الخاصيه اللي بعد كده خاصيه بسيطه وواضحه جدا، سمول سايز اند لو ويت. الاوبتيكال فايبرز حجمها صغير والوزن بتاعها خفيف، الوزن بتاعها خفيف والحجم بتاعها صغير. انت عشان تعمل وايرلس كوميونيكيشن انت بتبني ابراج، تبني ابراج وتقعد تحط عليها انتنات، او تيجي فوق اسطح البيوت وتحط انتنات وتعمل مشكله في الراديشن
وممكن تضره للناس. لما تيجي تمد كابلات النحاس، كابلات النحاس بيبقى ضخمة وتقيلة في الوزن وحجمها كبير، مشكلة في المسافة انها بتاخد مشكلة في المساحة انها بتاخد مساحة كبيرة، خلاف كابلات الفايبر. كابلات الفايبر بتبقى كابلات دقيقة جدا ورفيعة جدا، وهي اصلا ممكن يبقى الكابل نفسه ما يتشافش، انت بتبقى عندك حزمة كابلات مع بعضيها عشان تشوفها، يعني تشوف القطر بتاع الكابل، الكابل نفسه ما يتشافش. فالمهم الكابلات بتاعت الاوبتيكال فايبر بيبقى حجمها صغير واسهل جدا انك انت ايه تعملها انستليشن، يعني اسهل في ان هي تتمد وان هي تتركب وكده. طيب الخاصية اللي بعد كده اللي تخلي الاوبتيكال كوميونيكيشن احسن من الوايرلس ومن الوايرد، الاميونيتي تو الكتريكال انترفيرنس. الاميونيتي تو الكتريكال انترفيرنس، يعني الاميونيتي تو الكتريكال انترفيرنس نقصد بيها ان هو احسن في خصائصه ضد النويز. النويز اميونيتي، النويز ايه اميونيتي، ويعني كلمة الاميونيتي للالكتريكال انترفيرنس كلمة اعم شوية، اعم شوية من النويز اميونيتي، لان الالكتريكال انترفيرنس ممكن يكون نويز يعني سيجنال عشوائية، يعني سيجنال كهربية عشوائية تداخلت مع السيجنال الاصلية بتاعتك فعملت تشويش، او سيجنال كهربية هي مش عشوائية، هي سيجنال بتاعت يوزر تاني، سيجنال بتاعت يوزر تاني تداخلت مع السيجنال بتاعتك. فكلمة الاميونيتي الكتريكال انترفيرنس اعم من كلمة الاميونيتي للنويز، لان هي بتشمل ان هو بيقاوم حاجتين، مش بس بيقاوم النويز العشوائية، بيقاوم كمان الكروستوك. الكروستوك اللي هو انك انت تلقط السيجنال بتاعت حد تاني المفروض ما تلقطهاش يعني. طيب الالكتريكال انترفيرنس بيحصل فين في الوايرلس، بيحصل ازاي في الوايرلس، بيحصل ازاي في الوايرد؟ وفي الوايرلس كوميونيكيشن انت بتبقى باعت سيجنالز بتاعت ناس كتير كلهم في نفس الفيزيكال ميديا، السيجنال بتاعت ناس كتير في نفس الفيزيكال ميديا، صحيح كل واحد بيبقى واخد باندويتس، كل واحد المفروض بيبعت في باندويتس مخصص ليه بس، وطبعا وفي السيلولار سيستم معروف بيبقى كل سيل بيبقى فيها باندويتس معين مخصص ليوزر معين، ده النظام اللي ماشي بيه السيلولار سيستم. بس ده يعني ما يبعدش ان ممكن يحصل مثلا ان الباندويتس بتاعت يوزر يحصل فيها انها تدخل شويه على الباندويتس بتاعت يوزر تاني، مثلا بتبقى فولت في السيستم، فولت في الموبايل ديفايس نفسه، فممكن يحصل انترفيرنس. وبيبقى الانترفيرنس اوضح بكتير جدا في حاجه زي الوايرد كوميونيكيشن. الوايرد كوميونيكيشن اللي هو كابلات النحاس، انت بتبقى لما تيجي تحفر في الارض وتمد كابلات نحاس، انت مش بتمد الكابل بتاع اللي شايل السيجنال بتاعت يوزر واحد بس، لا انت بتمد حزمه كابلات، بتبقى ماسوره كبيره، الماسوره الكبيره دي ممدود فيها كابلات نحاس شايله مكالمات الناس وشايله الداتا بتاعت الناس كلها، فدي كابلات لازقه في بعضيها. وده يقول لك احنا ليه بقى بنعمل تويستنج، يعني ليه بناخد كل كابل، يعني كل جوز كابلات مع بعضيه اللي هو بيبقى شايل سيجنال، ليه بنعمله تويستنج؟ ليه؟ عشان نحاول قدر الامكان نعمل كانسليشن للفيلد اللي طالع منه. مشكله الموضوع ده انك لما تيجي تبعت سيجنال في كابل نحاس وجنبيه كابل تاني بتاع نحاس، اي كابل تو واير بالمنظر ده لما يجي تمر فيه السيجنال بتاعتك اللي هو الكرنت اللي شايل الداتا وشايل انفورميشن، بيعمل حوالين الكابل ده ماجنتيك فيلد زي ما احنا درسنا، بيعمل حوالين الكابل ماجنتيك فيلد، وبيعمل طبعا برضو الكتريك فيلد حوالين الكابل. طيب الماجنتيك فيلد اللي حوالين الكابل ده او الالكترو ماجنتيك فيلد، الالكتريك والماجنتيك الاثنين مع بعضهم، ممكن يلقطهم الكابل اللي جنبيه، ممكن يلقطهم الكابل اللي جنبيه، الكابل اللي جنبيه هما الاثنين ماشيين في ماسوره واحده، ماسوره واحده شايلهم هما الاثنين، فالكابل اللي جنبيه ممكن يتاثر بالماجنتيك فيلد بتاع الكابل ده ويستحس فيه تيار. التيار اللي هيستحس هنا، هيستحس في الكابل الثاني اللي جنبيه، هيبقى واخد نفس شكل التغير بتاع الماجنتيك فيلد، تغير الماجنتيك فيلد مع الزمن يعني، هياخد نفس شكل تغيره مع الزمن. طالما واخد نفس شكل تغيره مع الزمن، فبالتالي نفس الانفورميشن، نفس المعلومه، نفس السيجنال، نفس الصوت المبعوث، فممكن يحصل كروس توك. كروس توك يعني السيجنال اللي توصل لليوزر ده ما تبقاش بس السيجنال بتاعته، ممكن تبقى السيجنال بتاعته وعليها جزء ضعيف من السيجنال بتاعت يوزر تاني، ده اللي احنا بنسميه الكروس توك. فده ممكن يحصل بوضوح اهو في الوايرد سيستم، وعشان كده بيعملوا تويستنج، تويستنج للاسلاك، يعني يخلي الاسلاك تويستد كده، ده بيساهم في قدر كبير جدا ان هو يلغي او يعمل عمليه كانسليشن للماجنتيك فيلد بتاع السلك نفسه. بس ده ما يمنعش ان ممكن برضه يحصل كروس توك ما بين سلكين موجودين جنب بعضهم. فده نوع من انواع الانترفيرنس اللي هو الكروس توك. فكده الكروس توك ممكن يحصل في الوايرد كوميونيكيشن، ممكن يحصل في الوايرلس لو التخصيص الباندويتس لكل يوزر واليوزر الثاني حصل فيه مشكله ما بين سل وسل مثلا او كده، ممكن برضه يحصل كروس توك في الوايرلس كوميونيكيشن. ميزه الاوبتيكال فايبر كوميونيكيشن لا، ان مش ممكن يحصل فيه الكتريكال انترفيرنس زي الكروس توك ده.
مش ممكن يحصل فيك تراكات فريز انت كوستوك. ليه؟ لان الاوبتيكال كوميونيكيشن الاوبتيكال فايبر انت اللي ماشي جواه عباره عن سيجنال، والسيجنال دي عباره عن ضوء، والضوء من مزايا ان هو مش بيتاثر ابدا باي سيجنال كهربي. دي مزايا الضوء. يعني لو فرض ان الكابل ده محطوط جنبيه سيجنال بتاعت يوزر تاني، والسيجنال دي ماشيه في كابل نحاس، لو في اي فيلد حوالين الكابل ده ما بيأثرش على الضوء اللي ماشي جوه الكابل خالص. طالما ما بيأثرش على الضوء اللي ماشي جوه الكابل يعني مش هيحصل فيه اي نوع من انواع الكروستوك. مش بس الالكتريك انترفيرنس عباره عن كروستوك، الالكتريك انترفيرنس ممكن يبقى نويز، مش بس كروستوك، ممكن يبقى نويز. والنويز طبعا دي موجوده في الوايرلس كوميونيكيشن، موجوده في الوايرد كوميونيكيشن. في الوايرلس كوميونيكيشن تبعت السيجنال في الهواء في الجو، فممكن السيجنال عشان بتبعت في الهواء ممكن بتمر السيجنال على عوائق كتيره. العوائق دي مثلا منها ممكن تكون مثلا مباني، ومنها ممكن تكون اي حاجه، والحاجه دي ممكن تكون كوندكتور يعني، فتستحس سيجنالز تاني. يعني الالكترومغنيتيك ويف لما تمشي في الوسط الوايرلس، تمشي وسط مباني ووسط الرطوبه ووسط العربيات، كل الحاجات دي ممكن تبقى لما تقابل الكترومغنيتيك ويف هي نفسها يستحس فيها سيجنالز عشوائيه. فده بقى مصدر كبير جدا للنويز في الوايرلس كوميونيكيشن. في الوايرد كوميونيكيشن برضه بيحصل نويز بسبب السخونه، بسبب الحراره، بتحصل ثيرمال نويز في السيركتس نفسها اللي بتبعت السيجنال. ممكن يحصل نويز في الكابل نفسه، ممكن يكون الكابل محطوط جنب اي حاجه تاني، كابلات باور مثلا او كابلات اي حاجه تاني، ممكن تكون بتعمل نويز على الكابل نفسه. فلو انت بصيت للنويز او الكروستوك اللي بيحصل في السيستمز دي، هتلاقي سببه ان السيجنال اللي ماشيه في سواء في الهواء في الوايرز او اللي ماشيه في كابل النحاس سيجنال كهربيه. يعني السيجنال اللي ماشيه في الهواء دي سيجنال كهربيه بس في شكل موجه كهرومغناطيسيه. السيجنال اللي ماشيه في الكابل النحاس سيجنال كهربيه بس في شكل ايه؟ كارنت، فولت وكارنت. فسواء دي او دي، السيجنال الكهربيه بتتاثر ببعضيها. يعني اي كهرباء هتتولد في الوسط ده او في الوسط ده هتاثر على السيجنال على طول، فتعمل الكتريكال انترفيرنس. ده خلاف بقى الاوبتيكال سيجنال اللي ماشيه في الاوبتيكال فايبر. دي اوبتيكال سيجنال، والاوبتيكال سيجنال الميزه الكبيره جدا اللي فيها اللي مخليها بتقاوم النويز وبتقاوم الانترفيرنس ان هي مش بتتاثر باي الكتريكال فيلد او اي الكتريكال سيجنال تاني، وبالتالي تبقى النويز اميونيتي بتاع السيستم بتكون عاليه. طبعا النويز اميونيتي عاليه يعني الكوميونيكيشن ريلايبل. انت عندك سيستم كوميونيكيشن فيه نويز قليله، مفيش احسن من كده. سيستم كوميونيكيشن نويز قليله خالص والانترفيرنس قليل خالص، يبقى الكوميونيكيشن ممتاز، كوميونيكيشن ريلايبل. طيب الكلام ده معناه، هل معناه ان الاوبتيكال كوميونيكيشن ما فيهوش نويز، ما فيهوش اي سورس للنويز؟ هو انت لو بصيت على الاوبتيكال فايبر والاوبتيكال سيجنال اللي ماشيه فيه ممكن تعتبره ما فيهوش نويز. الاوبتيكال فايبر، الاوبتيكال تشانل نفسها اللي هو الفايبر نفسه اللي ماشي جواها الضوء ده مش مصدر لنويز ابدا، مش زي الوايرلس كوميونيكيشن والوايرد كوميونيكيشن. الوايرلس كوميونيكيشن السيجنال بعد ما ثابت الترانسميتر وبقت ماشيه في الهواء ممكن تتعرض لنويز كتيره خالص، والسيجنال برضو بتاعت الوايرد كوميونيكيشن بعد ما ثابت الترانسميتر وماشيه في السلك ممكن تتعرض لنويز كتيره خالص. لكن السيجنال بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن بعد ما ثابت الترانسميتر وماشيه في الفايبر اوبتيك ما بتتعرضش تقريبا لنويز الا قليل جدا، او مهمل، او تقريبا ما فيش نويز. طب هل معنى كده ان مفيش نويز خالص في الاوبتيكال كوميونيكيشن؟ لا، فيه. بتبقى موجوده فين نويز في الاوبتيكال كوميونيكيشن؟ بتبقى جايه من الترانسميتر ومن الريسيفر، فالترانسميتر بيبقى مصدر للنويز والريسيفر بيبقى مصدر للنويز. فالاوبتيكال كوميونيكيشن محدش يقدر يقول ان هو مفيش نويز، فيه نويز طبعا، بس النويز موجوده فين؟ موجوده في الترانسميتر وفي الريسيفر، بتبقى متولده في الترانسميتر وفي الريسيفر، بالذات في الريسيفر اللي هو بيستقبل الاوبتيكال سيجنال، بيتعرض او بيبقى مصدر كبير جدا للنويز في الاوبتيكال كوميونيكيشن. لان من الخصائص اللي احنا بنقولها دي ان حاجه النويز بتاعتها قليله جدا، والكوميونيكيشن ديستانس بتاعتها طويله جدا، والانفورميشن كاباسيتي بتاعتها عاليه جدا، ده معناها ان حاجه خارقه في الكوميونيكيشن. وهو فعلا اوبتيكال كوميونيكيشن ككواليتي وكريسورسز طبعا بيبقى حاجه كبيره جدا، يعني امكانياته كبيره جدا في الكواليتي وفي الريسورسز وكده، بس هو مازال فيه عيوب. واكتر حاجه بتحد من قدرات الاوبتيكال كوميونيكيشن هم الترانسميتر والريسيفر، مش الفايبر نفسه. ودي معلومه مهمه، ان الفايبر نفسه والضوء اللي ماشي فيه مش هو اللي بيحد من امكانيات الاوبتيكال كوميونيكيشن. ايه اللي بيحد من امكانيات الاوبتيكال كوميونيكيشن؟ الترانسميتر والريسيفر هما اللي بيحدوا من امكانيات الاوبتيكال كوميونيكيشن، هما اللي ممكن يحدوا من الداتا، سرعه الداتا المبعوثه، يعني ما يقدروش يولدوا او يستقبلوا داتا اسرع من ليفل معين، اسرع من حد معين، وهم اللي ممكن يكونوا مصدر للنويز، ممكن يكونوا سورس اوف نويز. طيب
النقطة اللي بعد كده من خصائص الاوبتيكال فايبر او الاوبتيكال كوميونيكيشن انهانسد سيفتي. سيفتي احسن، الامان. سيفتي يعني الامان. ايه الامان اللي في الموضوع؟ الامان اللي في الموضوع ان في الاوبتيكال كوميونيكيشن انت مش بتتعامل مع حاجة كهرباء، يعني ما انتش بتوصل سلاك كهرباء. يعني لما تيجي مثلا تبص على الوايرد سيستم، السيستم اللي فيه كابل النحاس، احنا بنيجي عند الترانسميتر بنوصل كهرباء، وعند الريسيفر بنوصل كهرباء، والكابلات نفسها تبقى ممدوده وسط كابلات تانية كهرباء. فبالتالي في حاجات كتير من عوامل الامان لازم تتراعى، زي مثلا الكابلات تبقى معزوله كويس قوي عشان لو حصلت مثلا عوامل حراره او عامل رطوبه وادت لتاكل المواد العازله اللي حوالين الكابلات، والكابلات محطوطه مع بعضيها في ماسوره واحده، هتلاقي الكابلات عملت شورت سيركت على بعض وبقت مصايب سوداء، وبالذات لو الكابلات دي جنبيها كابلات باور مثلا او حاجه. فمشكله في السيفتي، مشكله في السيفتي في البني ادم برضه اللي بيوصل الكابلات دي عند الترانسميتر وعند الريسيفر. يعني عند الترانسميتر ده بيبقى سنترال، والكابلات دي بتوصل في السنترال. فلو في مشكله ما حصلت، وممكن يحصل، ممكن يحصل مثلا شوك الكتريكال شوك، بيبقى الشخص اللي بيوصل لو في مشكله ما فولت في الدايره ولا حاجه ممكن يتعرض لصدمه كهربيه. على الصعيد الاخر الوايرلس كوميونيكيشن سيستم، انت بتبني ابراج محمول، واللي شغال في الوظيفه بتاعت الدرايف تيست انجينير اللي هو بيقعد يعمل عمليه تراكنج السيجنال بتاعت ابراج المحمول، ويعمل عمليه مينتيننس للابراج وكده، بيبقوا عارفين ان الوظيفه دي بتتطلب ان هو يطلع الابراج ومش يطلع الابراج والقصه دي. فطبعا طلوع الابراج ده بيعمل حوادث، والناس بتقع وبتموت، وده بيحصل فعلا. فانت اسال على الناس اللي بتقع وبتموت وهي بتعمل يعني تيستنج الابراج المحمول. في الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن مفيش ابراج، فمفيش حد بيطلع بيقع يموت، ومفيش كهرباء بتوصل. يعني ما انتش بتوصل كهرباء بحاجه، انت بتوصل ضوء، والضوء ما بيضرش حد، ده شويه ضوء. وبالتالي السيفتي بتاعت التعامل مع الاوبتيكال كوميونيكيشن السيفتي بتاعته عاليه خالص مقارنه بالوايرلس كوميونيكيشن، مقارنه بالوورد كوميونيكيشن. ما سمعناش عن حد خد خط الضوء ومات. في رقم 6 ال increased signal security. signal security يعني الامان بتاع الكوميونيكيشن، الكوميونيكيشن سكيور، كوميونيكيشن امن. ليه امن؟ برضه لسببين. يعني السبب الاولاني ان هو السيجنال مبعوثه في مكان مخصص ليك لوحدك، يعني مجرد ما تدخل السيجنال جوه الفايبر خلاص الفايبر كله مخصص ليك لوحدك، مخصص للشخص اللي عامل الكوميونيكيشن سيستم. يعني غير الوايرلس، الوايرلس انت بتبعت يعني كوميونيكيشن سيجنال من ترانسميتر للريسيفر، تبعتها في الهواء، فاي بني ادم في الهواء ممكن يلقطها ببساطه. يعني انت بتبقى عندك ترانسميتر وريسيفر وبعت ما بينهم سيجنال، وده في الهواء وده في الهواء. اي واحد معاه انتنه تقدر تلقط الفريكونس اللي انت باعت عليه ببساطه، هيلقط السيجنال اللي انت باعت عليها بتاعت الوايرلس كوميونيكيشن، ويعرف انت باعت ايه. وده طبعا حاجه ما فيهاش سيكيورتي خالص. طب يا خبر، يعني هو ده اللي بيحصل في الوايرلس كوميونيكيشن؟ يعني انا لما اجي ابعت سيجنال اي حد معاه انتنه يلقط السيجنال اللي انا باعتها ويسمع المكالمه بتاعتي؟ طبعا مش ده اللي بيحصل. احنا بنيجي في الوايرلس كوميونيكيشن سيستم ولازم نعمل سيكيورتي. ازاي نعمل سيكيورتي بقى؟ بنشفر الداتا المبعوثه. الترانسميتر بتاعك اللي هو الموبايل بيشفر الداتا قبل ما يبعتها للبرج بتاع المحمول، البرج قبل ما يبعتها للموبايل بيشفرها برضه، والشفره تبقى مشتركه ما بين البرج والمحمول، والمحمول بتاعك ليه شفره خاصه بيه، ومحدش بيفهم السيجنال المبعوثه للمحمول غير المحمول بتاعك، بتبقى متشفره جامد يعني عشان محدش يقراه. بس ده معناه ايه؟ معناه ان انا حصل عليه تحميل زياده، يعني اضطريت اضيف وظيفه كامله في المحمول بتاعك ووظيفه كامله في البرج بتاع المحمول، لان انا لازم اشفر الداتا قبل ما تتبعت. ومش بس اشفرها، ده انا اشفرها واخلي الكل يوزر شفره، وشفره قويه وشغلانه. فانا اضطريت ان انا احط لود بقى على السيستم بتاعي، انا لازم احط وظيفه زي التشفير عشان اضمن السكيورتي بتاعتي، لان انا بعت في الهواء ممكن اي حد يلقط السيجنال بتاعتي. فاضطريت احط وظيفه السكيورتي، وده مكلف، ده مكلف في الكومبوننت ومكلف في الانرجي، لان عشان تعمل تشفير للداتا ده عمليه بتسحب منك طاقه، بتسحب منك انرجي من الانرجي بتاع السيستم، من بطاريه المحمول مثلا. فبالتالي دي حاجه بتبقى مشكله في الوايرلس كوميونيكيشن. طيب في الوايرد كوميونيكيشن، في الوايرد كوميونيكيشن لو انت بعت السيجنال في السلك اللي هو السلك بتاع التويستد بير، سلك التويستد بير انت بعت فيه السيجنال، ما هو السلك مخصص ليا. طالما السلك مخصص ليا خلاص ما حدش هياخد السيجنال بتاعتي. بس في مشكله انك لما تبعت السيجنال في السلك، حوالين السلك بيتكون مجال زي ما اتفقنا. المجال ده ممكن اجي انا جنب السلك من غير ما اقطع السلك، من غير ما اوصل اي توصيله مع السلك، ممكن القط المجال. لو السلك بيطلع حواليه مجال مغناطيسي مثلا، ممكن القط المجال بسلك تاني، هيتولد في السلك التاني ده تيار، والتيار ده واخد نفس شكل السيجنال بتاعتك اللي هي والدة المجال. وبالتالي ممكن اقرا السيجنال بتاعتك اللي مبعوثة برضه في السلك،
وبالتالي هنعوز نعمل برضو سيكيورتي في الوايرد كوميونيكيشن. الاوبتيكال فايبر احسن منهم من ناحيه السيكيورتي، احسن منهم هما الاثنين. ليه؟ لان زي ما شفنا في الصوره دي الاوبتيكال فايبر عباره عن ضوء، والضوء ده ماشي في السلك، عباره عن ضوء ماشي في الاوبتيكال فايبر، معذره، عباره عن ضوء ماشي في الاوبتيكال فايبر. هل الضوء بيعمل حوالين نفسه مجال؟ لا، الضوء مش بيعمل حوالين نفسه مجال، مش زي السلك النحاس. السلك لما يمشي فيه تيار بيعمل حوالين السلك مجال، لكن الضوء لما يمشي في الفايبر اوبتيك هل بيعمل مجال؟ ما بيعملش اي حاجه، الضوء ما بيعملش لا مجال ولا اي حاجه. فمهما انت كنت حاطط اي حاجه حوالين اي حاجه سلك او اي حاجه حوالين الفايبر اوبتيك، مش هتعرف تقرا السيجنال اللي ماشي جوه الفايبر اوبتيك. دي اول حاجه. ثاني حاجه، الفايبر اوبتيك ده مخصص ليك، يعني مخصص ليك لوحدك، ما انتش بتبعت فيه، ما انتش بتبعت فيه انت وناس تاني، لا مخصص للشركه او مخصص للهيئه او ايا كان، للجهه اللي بتستعمله عشان تبعت فيه الكوميونيكيشن بتاعها. فطالما مخصص ليها لوحديها يبقى خلاص ما حدش يقدر يعني يقرا الداتا اللي موجوده فيه، ما حدش بيبعت معاها وما حدش بيستقبل معاها، مش زي الوايرلس كوميونيكيشن. وبالتالي هو ما فيهوش العيبين بتوع الوايرلس والوايرد، ما فيهوش العيب بتاع الوايرلس انك انت بتبعت في الهواء كل الناس ممكن تقرا السيجنال فلازم تشفرها، ما فيهوش العيب بتاع الوايرد ان انا السيجنال ماشيه فحواليها مجال فممكن يطلقت المجال ويطلق بيه السيجنال. لا، هو السيجنال الشانل بتاعتك لوحدك، محدش بيبعت معاك ولا بيستقبل معاك، ومفيش مجال بيتكون حوالين السلك، فخلاص الكوميونيكيشن سكيور، يعني الكوميونيكيشن امن تماما في الاوبتيكال فايبر. الطريقه الوحيده اللي ممكن تسرق بيها المعلومه في الاوبتيكال فايبر انك تقطع الاوبتيكال فايبر وتستقبل الضوء بتاعه، يعني تيجي في النص كده وتروح قاطع الكابل. لو قطعت الكابل كده في النص وقريت قريت السيجنال الضوئيه، ساعتها تبقى انت سرقت المعلومه بتاعت الاوبتيكال فايبر. بس طبعا لو حد عمل كده وقطع الفايبر كلنا هنحس، يعني الريسيفر هيحس والترانسميتر هيحس ان السيجنال اتقطعت بتاعت الاوبتيكال فايبر، او ان الاوبتيكال فايبر اتقطع. فطبعا اول ما هيحسوا هيوقفوا الكوميونيكيشن ويشوفوا القطع فين ويحلوه. العرض اللي انا عرضته ده للمزايا بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن، ان كان يدل على شيء فيدل على ان الاوبتيكال كوميونيكيشن مزاياه ممتازه جدا، وان هو احسن بكثير من الوايرلس، احسن بكثير من الوايرد. ده احنا قلنا ست مزايا، والست مزايا اللي قلناهم مفيش حاجه منهم الا والاوبتيكال كوميونيكيشن، الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن احسن من الوايرلس واحسن من الوايرد في كل ميزه من المزايا اللي قلناها دول. هنا طبعا هيثور سؤال، خلاص يعني نعمل كل كوميونيكيشن في الدنيا فايبر اوبتيك، يعني ليه لا، يعني نعمل كل كوميونيكيشن في الدنيا فايبر اوبتيك وخلاص، ده مزايا خطيره. هو طبعا ده كويس جدا، بس هو عليه نقطتين او في حاجتين يمنعه كده. الحاجه الاولانيه ان في بعض السيستمز هي اصلا ما تنفعش تكون اوبتيكال فايبر بسبب اصل السيستم نفسه، بسبب الغرض منه. زي ايه؟ زي الوايرلس كوميونيكيشن، زي الوايرلس كوميونيكيشن مثلا، زي نظام التليفون المحمول، يعني نظام التليفون المحمول بالذات، نظام التليفون المحمول او انظمه الوايرلس اللي هي معموله عشان تكون وايرلس. زي مثلا انظمه التليفون المحموله احنا عاملينها ليه؟ عاملينها عشان خاطر يبقى الانسان معاه عده تليفون يقدر يتصل بيها ويستقبل مكالمات وتكون معاه في اي مكان من غير ما تبقى متوصله بسلك زي عده التليفون الارضي. فدي فلسفه السيستم نفسه، احنا عايزين تليفون محمول متحرك. فعشان تعمل تليفون محمول متحرك هيبقى مش واصل بكابلات سواء فايبر ولا مش فايبر. فدي مش هنعرف نعملها فايبر اوبتيك. اللي ممكن نعمله ممكن نوصل ابراج المحمول ببعضيها فايبر. ممكن. او يعني الكونكشنز اللي بين ابراج المحمول ببعضيها والبي تي اس اللي هي الحاجات اللي بتعمل كنترول ببعضيها دي، ممكن التوصيل ما بينها يكون بالفايبر، لكن مش هنعرف نوصل فايبر من برج المحمول وبين عده التليفون، لان ده ينافي الفلسفه بتاعت السيستم نفسه. احنا عايزين تليفون محمول متحرك مش متوصل بحاجه. زي الواي فاي اللي عندك في البيت، الواي فاي اللي عندك في البيت احنا عاملين ليه خدمه الواي فاي انترنت اللي في البيت؟ عشان اقدر يجي لي انترنت في اي مكان من غير ما اقعد اوصل الكابل بتاع اللان. فانا عاوز اعمل واي فاي انترنت عشان ما ابقاش مربوط بالكابل بتاع اللان. فدي حاجات احنا مش هنقدر نعملها اوبتيكال فايبر، الكوميونيكيشن ده بالذات مش هتعمل اوبتيكال فايبر ولا اي حاجه ثانيه غير الوايرلس، ان هو معمول وايرلس عشان يبقى وايرلس. السبب الثاني ان الاوبتيكال كوميونيكيشن مكلف، الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن مكلف عن غيره، يعني مكلف عن الوايرلس كوميونيكيشن ومكلف عن الوايرد كوميونيكيشن. سبب التكلفه العاليه التشانل نفسها، الاوبتيكال فايبر غالي، هو نفسه غالي، ومش بس هو نفسه غالي، الصيانه بتاعته غاليه. يعني لو تخيلت مثلا ان في كابل فايبر اتقطع وعايزين نلحمه، فالحكايه دي مش سهله ابدا، ان كابل فايبر بنص قطره ضعيف، نص قطره صغير جدا، وعشان يتلحم كابل فايبر في كابل فايبر تاني، وعشان نتعامل مع كابلات الفايبر عموما عشان نوصلها بالترانسميتر ونوصلها بالريسيفر، ده بيحتاج تولز وادوات هندسيه تكون دقيقه جدا والاكيرسي بتاعتها غاليه جدا، عاليه جدا، وحاجات تبقى غاليه
ومكلفة، وكمان في التعامل معاها عايزة فنيين على درجة عالية جدا من المهارة يعني. فالتعامل مع الاوبتيكال كوميونيكيشن، مفهوم الاوبتيكال كوميونيكيشن يعني، مازال اصعب واغلى من باقي الكوميونيكيشن سيستمز، فعشان كده ما سيطرش على كل حاجة. في الفترة الأخيرة تكلفة الفايبر اوبتيك قلت طبعا، في الفترات الأخيرة التكلفة بتاعته في التصنيع قلت، وتكلفة الصيانة بتاعته والتركيب بتاعته اتحسنت وقلت عن زمان بكتير، ولذلك هو بدأ يستبدل كل حاجة وايرد، وده اللي حاصل فعلا في نظام الانترنت دلوقتي. يعني كابلات السنترالات اللي كانت كلها كابلات نحاس من زمان خلاص يعني دخلت في المشروع اللي احنا بنسميه فايبر تو هوم. فايبر تو هوم يعني تبقى كابلات اللي رايحة من السنترالات وواصلة لحد أماكن المستخدمين، اللي هي الكابلات الممدوده في الشارع تبقى كلها نفسها كابلات فايبر. كان زمان اللينك الفايبر ده كان يبقى مثلا بين سنترال مدينه وسنترال مدينه مثلا، او بين دوله ودوله بس، اللي هي اللينكات الكبيره قوي. لكن دلوقتي لا، مش كده بس، كمان ده السنترال اللي جوه المدينه نفسه الكابلات الممدوده منه للمستخدمين خلاص تم استبدالها تقريبا كلها دلوقتي في كل مكان في الدنيا خلاص، بدل ما كانت كابلات نحاس بقت كابلات فايبر. ده من ساعه ما رخص الفايبر اوبتيك كيبل، والمشروع بتاع الفايبر تو هوم ده اللي هو الفايبر اللي يتوصل لبيوت الناس، لغاية بيوت الناس، المشروع ده يعني تقريبا اشتغل في كل دول العالم تقريبا يعني. ففعلا هو الفايبر بدأ يستبدل اغلب الانظمة اللي كانت وايرد كوميونيكيشن بالنحاس، لكن في حاجات هي معمولة وايرلس عشان تفضل على طول وايرلس، زي الراديو. الراديو ده هيفضل وايرلس، اللي احنا عاملين ليه راديو؟ عشان يبقى راديو ولا سلكي، تمام. والموبايل عاملينه عشان يبقى موبايل محمول. الواي فاي اللي في البيت عاملينه عشان نتحرك في اي مكان ويبقى عندي انترنت من غير ما ابقى مربوط بكابل. دي حاجات الفلسفة بتاعتها وايرلس، فهتفضل وايرلس يعني. طيب دي مقدمة بتقول لك ال يعني المزايا بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن او الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن على اي كوميونيكيشن سيستم تاني، سواء كان وايرلس سيستم مثلا او كان ايه الوايرد سيستم. انا يعني ممكن اشرح الجزء النظري كله في فيديو واحد، بس هيبقى فيديو واحد طويل قوي ممكن يوصل ساعتين او 3 ساعات، وده بيبقى صعب جدا في التحميل، استحميل على الابلود يعني على الانترنت، وصعب جدا يعني، ومتعب في في السماع يعني. انت لما تلاقي الفيديو ساعه 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 الا يمكن تتشجع تسمعه، عشان ما تلاقي الفيديو الزمن بتاعه ساعتين وي 3 ساعات. فعشان كده انا يعني مقسم الفيديو او مقسم الشرح الاجزاء يعني. انا بس دي المقدمه اللي هي انترودكشن، يعني ايه اوبتيكال كوميونيكيشن، ليه بنستعمل اوبتيكال كوميونيكيشن، مزايا الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن، تمام. وبعد كده نبدا نتكلم بقى على كل حاجه في فيديو لوحديها، او كل حاجه في تقسيمها لوحديها. ناخد الاوبتيكال فايبر تشانل، ده الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اللي هو الاوبتيكال فايبر نفسه خصائصه ايه ومميزاته ايه. هنبدا بدراسه التشانل، يعني زي ما اتفقنا من شويه بساط يعني، زي ما اتفقنا الكوميونيكيشن سيستم، ترانسميتر وريسيفر وايه وتشانل. فهناخد كل واحد من دول لوحديها، هناخد التشانل اللي هو الاوبتيكال فايبر نفسه، هناخد خصائصه في الفيديو اللي جاي. بعد كده هناخد الترانسميتر لوحده، الاوبتيكال ترانسميتر، الاوبتيكال ترانسميتر شكله ازاي. بعد كده هناخد الريسيفر لوحده، الاوبتيكال ريسيفر شكله ازاي. بعد كده هنتكلم بشكل منفصل زي ما اتفقنا عن العمليه بتاعت الموديوليشن والمالتيبلكسنج في الاوبتيكال كوميونيكيشن بيتعملوا ازاي. المقدمه دي اللي هي المقدمه النظري هي لابد منها علشان تجربه المعمل، وعشان تاخد فكره عن الاوبتيكال كوميونيكيشن. بس الاوبتيكال كوميونيكيشن احب افكرك او الفت انتباهك ان هو موضوع طويل قوي، واللي انا بقوله ده بقول بس الموضوع بدي لك فكره عنه من بره، تمام. لكن انت لو عايز تدرس الموضوع يعني هتجيب مثلا تكست بوك في الاوبتيكال، في الفايبر اوبتيك كوميونيكيشن، دور على كورس على النت بمحاضراته في الاوبتيكال فايبر كوميونيكيشن. موضوع فعلا طويل جدا يعني، بس احنا هناخد بس ايه مقدمه عنه في التجربه، تاهلك انك ممكن بعد كده تفتش في الموضوع يعني. فدي نهايه الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي بعد ده على طول هيكون في الخصائص بتاعت التشانل، بعد كده الترانسميتر، بعد كده الريسيفر، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.